أهلا بكم. أمضى العبادي معظم ولايته بالحديث عن الإصلاحات وكبح جماح الفساد الذي تسبب بضياع ونهب أكثر من تريليون دولار في حقبة ما بعد العام 2003. وبعد اندلاع التظاهرات الشعبية الكبيرة في جنوب العراق، عاد العبادي إلى سيرة الإصلاحات والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، واعدا سكان جنوب العراق، محافظات جنوب العراق، بالمليارات من الدولارات لتحسين منظومة الخدمات العامة المنهارة وإطلاق الآلاف من الدرجات الوظيفية الحكومية للعاطلين عن العمل، وإلزام الشركات الأجنبية بتوظيف 50% من عمالتها من العراقيين. واقعية وجدية الوعود الحكومية بالإصلاح للمتظاهرين هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل الوعود الحكومية بالإصلاح الشامل هي مجرد حملة إعلامية من العبادي يعلم هو قبل غيره أن تحقيقها مستحيل؟ وهل بإمكان العبادي نفسه الاصطدام بلوب الفساد والمفسدين ومواجهتهم، لا سيما حيتان فساد حزب الدعوة المنتمي لهم؟ وكيف سيحقق العبادي الإصلاح كما يعد في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالعراق والتي كان الفساد الحكومي أبرز صناعها؟ وكيف يطلق العبادي الوظائف الحكومية بالآلاف بينما تشترط الجهات الدولية المقرضة للعراق عدم التوسع في التوظيف الحكومي؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، فاروق يوسف، هدى بالكبيسي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في واقعية وجدية الوعود الحكومية للتظاهرات الغاضبة في العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر سكايب من لندن الأستاذ فاروق يوسف، الكاتب الصحفي العراقي، ومن عمان الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الأستاذة هدى الكبيسي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، العبادي خلال التظاهرات أو بعد اندلاعها قدم يعني وعود سخية جدا بالمليارات من الدولارات، آلاف الوظائف الحكومية لتهدئة أو امتصاص نقمة التظاهرات الحالية. هل هذه الوعود واقعية جدية حقيقية؟ الواقع يسندها؟ وضع الدولة الاقتصادي والمالي أيضا يعززها، يسندها، يساعد على ترجمتها إلى واقع عملي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، أولا يعني من المستغرب أن حكومة تدعي أنها ديمقراطية وأن جاءت لدفع العراق إلى يعني الازدهار والتقدم، وسمت العراق ما يطلقون عليه تسمية العراق الجديد، وهناك ازدهار في العراق ووعود غريبة عجيبة من عام 2003 لحد الآن. نعم. المستغرب أن حكومة مثل هذه أو حكومات مثل هذه في ظل هذه الفترة من عام 2003 لحد الآن تنتظر التظاهرات لتقول سنقوم بفعل كذا وكذا وكذا، ونحن نستجيب لطلبات المتظاهرين، طلبات الناس. ليس بالضرورة وليس من المقبول والمعقول أن تنتظر حكومة أن يخرج الشعب بتظاهرات
لكي تقول أن هناك خدمات وأن هناك مطالب للشعب مشروعة يجب الاستجابة إليها. كل حكومة في الدنيا يجب عليها أن يكون لديها برنامج ويجب عليها أن تنفذ هذا البرنامج لخدمة الشعب وخدمة الوطن. هذه بداية. هذه النقطة أليست تحسب للحكومة أنها أصغت واستجابت وتفهمت مطالب المتظاهرين؟ لماذا أساساً هي حرمت المواطنين من هذه الخدمات من حقوقهم لكي تقول فيما بعد أنها ستستجيب لحقوقهم؟ نعم. وهذا السؤال الموجود. الغريب ربما أنا طولت في هذا قبل الإجابة. نعم. على سؤال حضرتك، لكن علي أن أذكر أن العبادي يعني من المضحك أن يتحدث بطريقة غريبة عجيبة، يقول المواطن عامل رئيسي في الكشف عن مستوى الخدمات. يعني وكأنه الحكومة والدولة تنتظر المواطن هو الذي يخبرها عن مستوى الخدمات، وليس لديها أجهزة رقابية وليس لديها أجهزة إدارية تتابع وتفتش عن الخلل أين وتصلحه، وهذه ليست وظيفتها أولا. ويقول أن التظاهرات تشكل دافعا للحكومة باتجاه العمل والإنجاز في قطاع الخدمات. هذه غريبة، يعني على الشعب أن يتظاهر لكي يدفع الحكومة كي تقدم خدمات للشعب، هذه كارثة كبيرة. أعود مرة أخرى، الوعود هذه التي قدموها طوال يعني من عام 2003 لحد الآن هناك وعود كثيرة، لكن الآن نتحدث عن هذه الوعود، هل هم قادرين أن يستجيبوا لهذه الوعود التي قطعوها أم لا؟ أنت في هذا الموضوع يجب أن تنظر إلى البيئة، هل البيئة الموجودة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مستعدة لأن تعطي دافعا لهذه الوعود بما يحققها بما يقول بما يعطيها مصداقية؟ على المستوى السياسي العراق يعاني من فوضى سياسية عارمة منذ عام 2003 ولحد الآن، والوضع السياسي كله مغلف بهذه الفوضى، ولولا هذه الفوضى لما استطاع هذا الوضع السياسي بكل أحزابه بكل قوى بكل عملية سياسية أن يعيش. هذه الفوضى جزء من حياته، جزء أساسي من حياته. إذن هناك فوضى. الانتخابات على أبسط مثال، الانتخابات بعد مضي ثلاث أشهر على إجراء الانتخابات لم تظهر النتائج لحد الآن. هذه في أي دولة؟ يعني هذه الفوضى ممنهجة مقصودة مخطط لها أم هي نتيجة عرضية لأسباب كثيرة خارجية وداخلية؟ أبداً هذه الفوضى مخطط لها ومطلوبة أن تكون في العراق، وهي أساس بناء كل العملية، بناء كل هذا المشروع الاحتلال الذي جاء من عام 2003 لحد الآن. هذه الفوضى يعني هدف من أهداف الاحتلال، وهؤلاء ينفذون أجندة تبقي على هذه الفوضى في كل الاتجاهات. ثانياً الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي العراقي وضع منهار. العراق مثلما يعرف أهل الاقتصاد دخل في مرحلة الكساد. العراق لديه ديون عالية جداً جداً تبلغ أكثر من 220 مليار دولار بشهادة كثير من البرلمانيين يتحدثون عن هذا المبلغ، وخدمات هذه الديون عالية جداً جداً. العراق بلا صناعة بلا اقتصاد بلا خدمة بلا أي. سنتحدث دكتور إذا سمحت في هذا الجانب مع ضيفتنا من عمان وهي أيضاً باحثة. نعم. في العلاقات سأترك الموضوع الاقتصادي. نعم. لكن أريد أن أقول. نعم. ثلاث عوامل أساسية. نعم. السياسي والاقتصادي والاجتماعي. في العامل الاجتماعي وضع خطير جداً جداً، هناك تشظي اجتماعي، هناك سياسة بدأت من عام 2003، سياسة إقصائية، سياسة طائفية، مزقت المجتمع، دمرت المجتمع، إهمال كامل، خدمات غير موجودة، فساد عالي في كل المستويات، وصولاً إلى التهجير والهجرة والخراب والسرقة والفساد والتزوير. فبالتالي المجتمع مهيئ مثل القنبلة الموقوتة، ينفجر على نفسه، يتشظى ويدمر الجميع. هذه العوامل الثلاثة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تؤكد أن الطبقة السياسية، المشروع السياسي الذي يقود العراق مشروع غير منتج، غير قادر أن يعطي شيء. لذلك. نعم. كل هذه الوعود هي مجرد كلام، مجرد وعود كاذبة. وهذه نقطة مهمة. أستاذ فاروق يوسف في لندن، يعني الرأي العام حتى الناس البسطاء كل الشرائح الاجتماعية تنظر إلى هذه الوعود على أنها وعود مجرد حملة إعلامية، كلام إعلامي للاستهلاك المحلي منذ 15 سنة والناس تسمع به، ليست هناك معالجات حقيقية، هي مجرد تخدير في أفضل الأحوال ترقيع، الواقع لا يسندها. إذا كان هذا رأي المجتمع بحديث أو حديث الحكومة عن الإصلاح، لماذا تكرارها؟ لماذا الإصرار عليها؟ لماذا الحديث عنها في كل مرة؟
مساء الخير استاذ ماجد. مساء النور. بالحقيقه انا انظر للسيد العبادي باعتباره رجل مسكين، رجل سيء الحظ. نعم. يعني مع نهايه فترته انفجرت الاحتجاجات بالمجتمع بين قوسين الشيعي، وهذا عار سيحمله الى ما لا نهايه معه. في 2015 اذا سمحت، 2015 ايضا كانت هناك احتجاجات وان كان يعني بنطاق ضيق او اقل حده. نعم. اقل بكثير. نعم. الان هذه الاحتجاجات انا اعتقد انه مؤهله للتصاعد وللتصعيد وللاستمرار. نعم. واذا ما استمرت راح تنفجر في اي لحظه اخرى، لانه بالحقيقه الحكومه، ما يسمى بالحكومه، هذه حكومه لتصريف الاعمال. ارجو ان لا يذهب ذهنك الى مكان اخر، الى المفهوم السياسي لتصريف الاعمال. اي حكومه بالعراق هي بالحقيقه لتصريف الاعمال. اعمال من؟ اعمال الدوله؟ لا، اعمال الطبقه السياسيه الحاكمه. الحكومه مهمتها الحقيقيه وفق المشروع الامريكي انه ترعى مصالح الطبقة السياسية وتوزع الأموال الموجودة داخل الخزينة العراقية، واردات النفط بين الأطراف. هذه مهمة الحكومة الوحيدة. وأنا ضد استعمال مفردة الفساد أيضا، لأن الأموال التي يستولي عليها الفاسدون هي أموال فائضة، أموال لا تجد ممر تستعمل به أو مكان تستعمل به. أستاذ ماجد، أكو حقيقة إحنا نغفل عنها دائما، والحقيقة أنا أدين المثقفين العراقيين أنه ما نوروا الشعب العراقي بها. نعم. هذا بلد واقع تحت الاحتلال ولا يزال محتل أمريكيا. هناك مشروع أمريكي هو الوسادة التي نام عليها المحتل. بالحقيقة يعني احنا نتساءل انه هل امريكا احتلت العراق من اجل قاسم سليماني يتمشى بالكرادة يعني؟ او هل احتلت العراق من اجل الجعفري يشتري فيلل في لندن؟ هذا غير معقول. هناك مشروع امريكي لا يزال مستمر، ومثل ما اشار الاستاذ رافع، الجماعة داخل العراق في الحكومة ينفذون الاجندة الامريكية اللي هي تعتمد على استنزاف الشعب العراقي. اولا استنزفوا ثروته، ومستحيل، لانه انت فكر جيدا اذا سمحت لي، يعني هل هذه الاجنده الامريكيه التي ينفذها الموجودون الان في الحكم كما تقول تقتضي عمليه افقار المجتمع وتدمير او حرمانه من ابسط الخدمات في الماء والكهرباء والتعليم؟ وهذا حبوب وجع الراس، البنادول. هذه الاجنده تقتضي؟ نعم، تعتمد بالاساس على اذلال الشعب العراقي. والا هل من المعقول ان العراق يذهب للاستجداء بالكويت؟ انت بس تذكر المشهد، هذا مشهد سيحفظه التاريخ. دوله ثريه تتسول من أجل الحصول على أموال. الأموال اكتشفوا الدول أن هذه الأموال ستستعمل في عمليات الفساد، ستسرق، ولذلك خصصوها المفارقة. أقاطعك مرة ثانية، المفارقة أن هذه الدول مستمرة بعملية الإغداق من الأموال والمساعدات على الطبقة الموجودة، وهي تعلم أيضا بحجم الفساد. تعرف. نعم. وهي تعرف. نعم. أن هذه الأموال لن تذهب لأي مشروع. نعم. من المشاريع الخدمية التي أريد بس أعطيك نقطة واحدة باختصار. نعم. أمير الإصلاحيين في العراق مقتدى الصدر لديه وزارات من 2005 أو 2006 إلى هسه. نعم. هل سمعت أن هذه الوزارات شهدت ثورات إصلاحية؟ نعم. أبدا على الإطلاق. ليش؟ ما هو ينادي بالإصلاح وينادي أنه هو ضد الفاسدين. ما سمعنا أنه واحدة من وزاراته شهدت ثورة إصلاحية وشهدت يعني. هذه نقطة مهمة يعني دعنا ننقلها للدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في الهيئة. دكتور عبد الحميد،
الرأي العام والمجتمع فقد الثقة تماما بأي حديث للحكومة، حكومة، حزب، تيار، جديد، قديم، عن عملية الإصلاح، إصلاح المنظومة الإدارية في العراق، سياسية إدارية. الرأي العام يهم منظومة الخدمات، وأيضا غير مستعد أن يقبل أي تبرير. ما كان يقبل من تبريرات ومسوغات في الماضي الآن غير مستعد أن يسمع. هذه نقطة تحول رئيسية، يعني الحكومة أمام مأزق الآن. نعم، أصبح الشارع العراقي مقتنعا بأن كل هذه الأحاديث هي أكاذيب، والكذب أصبح متلازما مع هذه الحكومات منذ 15 عاما. وهذه الكذبة الجديدة هي ناتج أو إفرازة من إفرازات الكذبة الكبرى، وهي كذبة الديمقراطية في العراق. فالعملية السياسية بأكملها هي أكذوبة أمريكية جيء بها إلى العراقيين، ولم يتحقق مما وعد هذا الشعب بأي شيء منها. وطيلة المراحل السنوات هذه 15 عاما الماضية لم يسمع أو لم يرى الشارع العراقي، الشعب العراقي لم يرى تحقيق أي وعد من هذه الوعود الكثيرة القائمة تطول. لكن ربما يعني بالمناسبة نحن الآن لا نتحدث فقط عن وعود بخدمات، لأن وعود الخدمات هذه ذكرت منذ اليوم الأول لمجيء هذه الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال، لكن على المسار السياسي الوعود الكبرى التي وعد بها الشارع العراقي ولم ينفذ منها شيء إلى الآن. أذكر ببعض محطاتها، ومنها اللقب الذي حصده المالكي بفضل أكذوبته الـ100 يوم التي وعد بالإصلاحات 2011 عقب الاحتجاجات والمظاهرات 25 شباط. نعم. وفي وقتها الآن أصبحت أيقونة كذاب نور المالكي. نعم. وبالمناسبة هذه هي وإن أطلقت عليه لكن هي تشمل الطبقة السياسية جميعا، من جاء بعده حتى العبادي الذي الآن ربما يعني قيل أو مع الأسف البعض يقولون هو أفضل حالا ممن سبقه، ماذا حقق أيضا العبادي طيلة هذه المدة التي جاء بها؟ محاربة الفساد وعد بها ولم يتحقق شيء، حصر السلاح بيد الدولة لم يتحقق بل انفلت السلاح أكثر من مما سبقه. أول ما جاء أيضا تقليص المناصب والوزارات بعد التظاهرات 2015. نعم. الحقيقة كانت هناك يعني نوع أو شكل من الإصلاحات يعني جرت، وين الحكومة يعني أقرت أنه 20% من الإصلاحات يعني مثل عملية طرد الفضائيين في المؤسسات الحكومية يعني مدنيين وعسكريين، تقليل مرتبات الدرجات الوظيفية الخاصة، دمج بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الربحية، يعني هذه حقيقة هناك إصلاحات يعني كلها حتى نعم. لم تنتقل من الإعلام إلى أرض الواقع. لذلك أنا أقول هذه الإصلاحات أو الوعود لم يتحقق منها شيء ولم تثمر شيء ولم تثمر تنعكس على المجتمع. لا، لم يلمس الشارع العراقي الآن أي إصلاح أو أي وعد يتحقق من هذه الوعود. أصبحت أيقونة، أصبحت علامة مميزة لهذه الحكومات أنها تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول. لم يتحقق للشعب العراقي أي شيء يلمسه في يعني حتى هذه الآن التظاهرات التي ظهرت في بعض جوانبها على قضايا خدمية بسيطة لم تتحقق منها شيء، لأنه الإصلاح الحقيقي له متطلبات هي مفقودة. وهذه نقطة مهمة ننقلها إلى ضيفتنا في عمان الدكتورة هدى بالكبيسي الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. مساء الخير دكتورة. دكتورة هدى، مساء الخير. أهلا وسهلا دكتورة. من وجهة نظر اقتصادية، لماذا العبادي كما يقول ضيوفنا هنا لا يستطيع أن ينقل وعود الحكومية بالتوظيف والمليارات والدرجات الوظيفية الكبرى يجعلها يعني يترجمها عمليا على أرض الواقع؟ ما الذي يمنع اقتصاديا؟ نعم. طبعا نعم صحيح، اقتصاديا هو مرتبط باتفاقية صندوق النقد الدولي التي أشارت له في هذه الاتفاقية صندوق النقد أننا في العراق لدينا قطاع عام كبير جدا وعدد كبير من الموظفين، وبالتالي أساسا خلو الموازنة لعام 2018 من الدرجات الوظيفية،
وذكرنا في وقتها وأيضا وضحنا وكتبنا أن هذه الحالة ستؤدي إلى رفع البطالة. وأيضا أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإنفاق العام بالنسبة في العراق يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار أنه هو هذا من أكبر المستويات الموجودة في المنطقة العربية. وبالتالي أوعز صندوق النقد أنه يجب أن يتم تقليل من فرص العمل، ولذلك لم يؤخذ بها في الموازنة 2018، لا يوجد خلق وظائف جديدة أو تخصيصات درجات وظيفية جديدة، بالإضافة إلى أنه أشاروا للحكومة إلى أنها تدعم القطاع الخاص وأنها يجب أن تنتقل إلى هذه الفكرة. هنا أن أنوه شيء أستاذ ماجد، بداية من ما ذكره أستاذ الدكتور عبد الحميد العاني وما أشار إليه في كلامه عن الديمقراطية. نعم صحيح، الديمقراطية لها ذراعان إذا صح التعبير والتوصيف، ذراع المؤسسات القوية وذراع آخر هو التنافس السياسي. ولكن ما وصل إليه العراق في آخر هذا الفترة الزمنية بعد الانتخابات ونتائج الانتخابات والفساد السياسي بان على أكبر درجاته، أصبح لدينا هنا مشكلة ألا أن التنافس هذا السياسي لن يبقى كما هو متعارف عليه، وإنما تحول وأضعف كل المؤسسات وهي أساسا لم تكن مؤسسات قوية، وبالتالي تحول إلى مستوى اللعب بدون قواعد، أي بدون وجود. يعني تقصدين أن البيئة الاقتصادية اللي موجودة في العراق تأثرت بشكل سلبي بالفساد السياسي الموجود يعني في العراق منذ 15 سنة؟ هذا ما تقصدينه؟ اي نعم اكيد اكيد. نعم. خلال هذه الفتره الزمنيه، وبالتالي لذلك ايضا لم يكن هنالك بلوره لمعنى الديمقراطيه، فاصطلاح الديمقراطيه كان. خليني اسالك قبل الفاصل يعني حتى لا نروح يعني كثيرا في قضيه الديمقراطيه والجانب السياسي، اذا كان العبادي يعلم انه هذه الشروط مفروضه عليه من قبل المؤسسات الدوليه المانحه او المقرضه بعدم التوسع في التوظيف الحكومي او معالجة الترهل وتوجيه الدولة باتجاه مسار القطاع الخاص، لماذا يتحدث، لماذا يطلق مثل هذه المليارات أو الدرجات الوظيفية التي بلغت ربما للمحافظات الجنوبية راح تصل إلى 40,000 وظيفة؟ نعم يعني هو هذا من الأشياء التي يعني تثير استغراب لدى الجميع، لأنه حتى بالنسبة للشركات الأجنبية هو ليس له حق أن يوعز لها الآن بأنه تعمل على خلق وظائف أو أنها تعمل على تشغيل العراقيين، لأن هذه القوانين وهذه التراخيص قد سنتحدث إذا سمحتي دكتورة سنتحدث عن هذه الجزئية بتوسع أكثر، فقط نتوقف عند الفاصل، هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في الطاولة. إذا بعد هذا الفاصل نعود لإكمال الحوار مع الضيوف، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في جدية وواقعية الوعود الحكومية للمتظاهرين. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، فاروق يوسف، والدكتور هداب الكبيسي. دكتور رافع، العبادي أعلن عن تخصيص مليارات للمحافظات وتشهد طبعا احتجاجات عشرات الوظائف الحكومية. يعني السؤال، لماذا العبادي انتظر كل هذه الفترة لتخصيص هذه الدرجات الوظيفية للعاطلين وهو يعلم حجم البطالة الموجودة في العراق ومنظومة الخدمات الأساسية منهارة؟ لماذا الانتظار حتى مظاهرات وإطلاق رصاص ومقتل 18 وإصابة 800 شخص؟ لماذا هذا الانتظار؟ أتحدثت عن جزء منه أنت، يعني هذا أمر غريب يعني في إدارة الدولة. ربما أستاذ ماجد دعني أبدأ مما انتهى إليه الدكتور أخي الدكتور عبد الحميد عندما تحدث، كنت تسأل عن الفضائيين. نعم. وقال لك أنه مجرد كلام لم يذهب، يعني مجرد إعلان
لم يطبق على أرض الواقع. الحقيقة هذه من ضمن ما اعتبرت منجزات لحكومة العبادي في بداياتها، أن القضاء على الفضائيين. لو هذه حقيقة، لو هذه حقيقة فقط، هو تحدث عن 50,000 فضائي في الجيش فقط. إذا افترضنا أن الراتب لكل فضائي لا يقل عن 1,000,000 دينار عراقي، لا يقل في كل الأحوال، فضرب 50,000 في 1,000,000، شوف إيش قد شهرياً، 50 مليار، شوف إيش قد بالسنة، وين هذه الأموال ذهبت إذا كانوا هم حقيقة. فقط في الجيش، أما في الدوائر الأخرى، أعود مرة أخرى إلى سؤالك، حقيقة عندما تكون دولة تتحدث، وزارة التخطيط وكل غالبية المسؤولين يتحدثون، البعض منهم يتحدث عن 5 ملايين، وصلت عدد الموظفين في الدولة العراقية بين عسكريين ومدنيين 7 ملايين موظف. ترى هو العجيب غريب، كلهم يدفعون لهم مرتبات، موازنة الدولة غير قادرة أن توفي رواتب مرتبات هؤلاء ومرتبات المتقاعدين، غير قادرين، والأشهر القادمة ربما سيتوقفون عن دفع المرتبات، غير قادرين بسبب أن العراق يعاني من ديون كبيرة عليه تسديدها. شركات، هناك ديون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هذه بشروط، هذه تفرض شروط على الدولة أن تقنن الوظائف، أن تختزل، أن تشد الحزام في كثير من القطاعات، هم غير قادرين على فعل هذا. الآن يوعد حكومة لتصريف الأعمال وحكومة تعتمد على البرلمان، نظام برلماني، هم يقولون نظام برلماني، كيف يمكن للعبادي أن يعطي الوظائف بهذا الشكل، وهي الوظائف تحت إيده بهذا الشكل، والبرلمان سبق وأن وافق عليها، والآن يطلقها بهذا الشكل، ولماذا ينتظر إطلاقها إذا كانت هذه الوظائف هو قادر أن يمنحها للمحافظات؟ لماذا؟ ومن أين سيأتي بالتخصيصات المالية لهذه الوظائف إذا كانت الوظائف التي الآن الموجودة هي عبء عليهم وغير قادرين، والآن يعطون الموظف يقولوا له اطلع من الوظيفة لمدة 5 سنوات يعطيك نص الراتب، وربما سيطولون المدة، سيقولون يعني يخرج من الوظيفة لمدة 10 سنوات، لمدة 20 سنة نعطيك تقاعد مع بهذا الشكل حتى يتخلصون من الموظفين. هذه كارثة كبيرة اللي يتحدثون عنها، فكيف يمكن أن يطلق وظائف بهذا الشكل؟ الآن أطلق 10,000 وظيفة، نعم، إيش قد مرتبات هذه 10,000 وظيفة ومين يأتي؟ وهذه 10,000 وظيفة هذه في البصرة، نعم، هذه 10,000 وظيفة هل ستحل المشكلة؟ نحن لدينا بطالة الآن أكثر من 60-65%، وغالبيتهم من الشباب، أعمار العراقيين الذين دون 24 سنة يشكلون 60% من نفوس العراق. العراق هكذا نفوسه، والغالبية العظمى من المتظاهرين ومن الشباب، من أصحاب الأعمار اللي وصل للعشرين، 21 و24، كلهم بطالات وكلهم خريجين كليات، والمتعلمين وغير متعلمين. سوق البطالة عالي جدا، 800,000 مواطن عراقي يدخل سوق البطالة سنويا، هذه كارثة كبيرة، كيف يمكن للعبادي أن يعالجها؟ ثانيا يقدم الخدمات، كيف يقدم الخدمات؟ الآن البنى التحتية كلها، كل البنى التحتية بعد 15 سنة من الخراب والدمار قد انتهت تماما. الآن عليك إذا تريد أن تقدم ماء صالحا للشرب أن تأتي بخدمات أساسية، أن تأتي ببنى تحتية، تحفر أساسات وتقيم شبكات للمياه جديدة، كيف تفعل ذلك؟ وهذه تحتاج إلى أموال. تقدم كهرباء، يجب أن تنشئ محطات، وهكذا بالنسبة لكل القطاعات، غير قادر. الآن البنى التحتية قد انتهت 15 سنة لم يقدموا شيء، إذن هذا النظام لم يأتي ليقدم شيئا، وهذه كذبة كبيرة. يحاولون أن يقدموا للشعب ترياق، يخدرون الشعب، وهذه نقطة مهمة. هذه نقطة مهمة أستاذ فاروق يوسف، إذا كان الشعب العراقي غير مستعد لمنح قوى العملية السياسية، القوى الحاكمة الآن، مدد زمنية أخرى يعني فوق 15 سنة لتنفيذ تعهداتها، وهي تعهدات كما يقول دكتور رافع تحتاج إلى مليارات، إلى جهد، إلى وقت كبير، لماذا الحكومة يعني تمارس عملية التضليل أو الخداع أو الترقيع؟ يعني ألم يعد أمامها من وسائل أخرى سوى الرصاص في قتل المتظاهرين وعملية التضليل؟ هذه الوسيلتين بقت أمام الحكومة، أم أن لها القدرة لكنها ربما أسباب تحول دون تحويل هذه القدرة إلى واقع عملي؟ شوف، لو أن هذه الاحتجاجات انفجرت قبل 10 سنوات لكانت الإجابة نفسها، هي عودة لحقيقة هذه الحكومة وحقيقة علاقة الحكومة بهذا الشعب. بالحقيقة هناك سوء فهم، سوء الفهم دفعنا إلى أن نعتبر أن هذه الحكومة
هي حكومة أهل البصرة وحكومة أهل الرمادي وحكومة أهل أربيل، وهذا غلط يا عزيزي. هذه الحكومة لديها شعبها، شعبها مقيم في مالمو، مقيم في النرويج، مقيم في السويد، مقيم في لندن، مقيم في استراليا، مقيم في شيكاغو. وأعتقد حضرتك سمعت بالمظاهرة اللي شهدتها شيكاغو، نعم، ضد الاحتجاجات بالعراق. نعم، بل شاهدتها، شاهدتها. هذه نقطة، هذه يا عزيزي ماجد لا يمكن أن تحدث، لا يمكن، لأنه تنطوي على عار أبدي. هذه الحكومة خدمت شعبها، انفجر الشعب الآخر، الشعب اللي هو مو شعبها. هي غير مسؤولة عن سكان البصرة، غير مسؤولة عن سكان العمارة، هي مسؤولة عن سكان مالمو. خدمت شعبها، منو شعبها؟ شعبها المجاهدين، أعضاء حزب الدعوة، جماعة رفحة، المنتسبين الجدد للأحزاب الدينية، التوابين، هذا شعبها الحقيقي. نعم. أما أهل البصرة، أهل الموصل، هذا مو شعبها. لذلك هي تتعامل ويا بهذه الطريقة التخديرية إلى أن تشوف يجوز تنتهي إلى حل ما. بالحقيقة أنا أنتظر أن هذه الاحتجاجات تبلور قيادات مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة وليس مع حيدر العبادي. هذا رجل مسكين، هذا واجهة، مجرد واجهة في بغداد، عنده مشروع ينفذه، ما يقدر يسوي كل شيء. أما أنه هو ما عنده فلوس فهي كذبة كبيرة أخي. مجرد أن يوقف رواتب الناس اللي ما خادمة، أكو ناس متقاعدين مالمو بالآلاف ما خادمين بالدولة العراقية، بس يوقف رواتبهم يقدر يسوي كهرباء ويجيب مي صالح للشرب بالعراق. أكو حقائق يا سيدي. نعم. يعني خارج المنطق السياسي وخارج منطق الحديث عن الديمقراطية وخارج. أنا أتمنى أن المتظاهرين يستمرون بالتظاهر. نعم. إلى أن تنبعث من داخلهم قيادات تكون قادرة على التفاوض مع المحتل. أشكرك، هذا الحل. شكرا للكاتب الصحفي العراقي الأستاذ فاروق يوسف، كان معنا من لندن عبر سكايب. شكرا جزيلا أستاذ فاروق. دكتورة هدى بالكبيسي، هل هذه المليارات التي قدمها العبادي للمحافظات المنتفضة أو التي تشهد تظاهرات كافية لإصلاح الخلل منظومة الخدمات، أو على الأقل جزء منها كافية من وجهة نظر اقتصادية؟ طبعا هي غير كافية بالتأكيد. وأذهب إلى نقطة ذهب إليها دكتور رافع بالحديث عن الدين، وأشير إلى أن الدين الحكومي قد بلغ أكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي. بمعنى أن عندما نصل إلى مثل هذا الرقم دلالة على وجود درجة غير استثمارية، أي عدم وجود بيئة استثمارية. لا يمكن لك أن تفتح مشاريع، ولا يمكن لك أن تخلق وظائف، ولا يمكن لك أن تحاول أن تفتح أي مشروع من المشاريع سواء كانت صغيرة أو متوسطة، لأن لديك مشكلة كبيرة بالديون التي هي ديون حكومية أو نطلق عليها بالديون السيادية وإلى آخره. فإذا الكلام المذكور هو كلام يعني لا يمكن تطبيقه، لأنه قانونيا هو أساسا غير موجود لا في الموازنة ولا أيضا مقر من قبل البرلمان. فبالنتيجة أن مثل هذه الأرقام التي ذكرت وخلق وظائف 10,000 وإلى آخره، هذا الكلام هو فقط امتصاص غضب المتظاهرين كي يجدوا حلولا أو كي يصلوا إلى مرحلة جديدة في التغيير بالانتخابات. طيب دكتورة هدى، إذا سمحت لأن الوقت أيضا ضيق، يعني إزاء الوضع الصعب الموجود في العراق والتظاهرات، هل تستطيع حكومة العبادي أن تخرق أو تتجاوز شروط الجهات الدولية المقرضة بعدم التوسع في التوظيف الحكومي، أو كما مطالب منها تقليل الترهل الإداري وأيضا توجه الدولة نحو الاستثمار الخاص، هل من الممكن أن تخرق هذه الشروط وتذهب باتجاه التوظيف الحكومي أكثر مراعاة للوضع في العراق؟
هذا يتطلب أن تأخذ موافقات من صندوق النقد الدولي، وبالتالي توجد في الاتفاقية المعقدة في الاتفاقية الائتمانية أنه إذا في حالة وجود أي خرق سيكون هنالك مشكلة على الجانب الآخر وهو الجانب العراقي، وبالتالي ستكون هناك عقوبات مفروضة. فيجب أن يكون هنالك توصيف، ولذلك حتى توصيف واضح في الاتفاقية الائتمانية لصندوق النقد الدولي لا يوجد فيها استثناءات أنه يستطيع أن يعمل على خلق وظائف جديدة أو إلى آخره، وبالتالي المبالغ المالية التي تعطى 5 مليارات بين حين وآخر سوف يتم قطعها على هذا الأساس. نعم، يوم أمس الحكومة أصدرت قرار بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في العراق أن يكون 50% من موظفيها من العراقيين، هل بإمكان الحكومة أن تلزم هذه الشركات بهذا القرار؟ هل قانون استثمار أو قانون الاستثمار في العراق، إذا كان موجود قانون استثمار في العراق، أيضا يتيح للحكومة بإلزام الشركات بإنفاذ هذا القرار؟ نعم، هذا قانون الاستثمار في العراق أيضا غير مبلور، وأكو هناك تصحيح له في لقانون استثمار 2013، ولكن مع الأسف أن البرلمان في كل جلساته لأربع سنوات لم يأخذ الأمر بالجدية. في الحقيقة أيضا لا يستطيع هو أن يجبر، ليس الآن أن يجبر، هم هذه الشركات عاملين في العراق منذ سنوات ولديهم بيئتهم الخاصة وقد جلبوا عمالهم معهم، وبالتالي لا يوجد هنالك يعني إجبار. هو كان يجب عليه أن يجبر نفسه بالبداية أن يضع قوانين واضحة وتشرح وتفصل في الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية على أن تأخذ 50% من العاملين في العراق، ولكن هو لم يفعل هذا. الآن بعد كل فوات الأوان يأتي الآن يذكر ذلك، يعني أنا أشك أنه هم سيرضوا بهذا الشيء، لأن كل من قد كيف حاله على وضع، وبالتالي هم ليسوا مجبورين بأن يكيفوا وضعهم على حسب ما موجود من مشاكل في العراق. هم قادمون لكي يحققوا أرباح وبالتالي لكي يستفادوا، وليس لأن يفيدوا الدولة اللي هم المعنية وهو العراق اللي هم موجودين فيه. إذن كيف له أن يحل هذه المشكلة؟ تلك هو هذا السؤال. نعم. الذي احنا كلنا نسأله ونريد الإجابة من الحكومة في كيفية التعامل بشكل جدي وليس بشكل فقط إعلاميا. شكرا للدكتورة هدى بالكبيسي الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية من عمان، شكرا جزيلا. دكتور عبد الحميد العاني المستشار القانوني للجنة مراقبة الأداء الحكومي في البرلمان أحمد الكناني قال إن الإصلاح في العراق عملية صعبة للغاية، والسبب أنها بل أنها عملية مستحيلة التحقيق في ظل الظروف الحالية، لأن الفساد الحكومي قد استشرى في البلاد منذ 15 عام وأصبح قوة خطيرة أكبر من قوة الدولة نفسها، ولا يمكن القضاء عليه في عام أو عامين أو حتى ثلاث. إلى هذا الحد أصبح الفساد غول. أنا أقتبس من مصطلح بلاغي يوجد في البلاغة، شيء يقولون السهل الممتنع. نعم. هذه المطالب التي يطالب بها هؤلاء الشباب هي أصبحت السهل المستحيل في ظل هذه الحكومة. نعم. هي أمور بسيطة جدا لكن يستحيل على مثل هذه الحكومة تحقيقها. الإصلاح الخدمي أو هذه المطالب تحتاج إلى إمكانيات اقتصادية، وإلى أمر الآخر إمكانيات بشرية، والأمر الثالث وأجله بعد قليل، كلاهما الاقتصادية والبشرية متحققة في العراق. نحن بلد غني وإمكانيات بشرية عندنا، لدينا بعض كثير من الدول تستشير الخبرات العراقية، لكن العامل المهم الثالث هو المفقود وهي الإرادة السياسية. إرادة سياسية لا توجد، لأنه الإرادة السياسية معناها حكومة وطنية، بينما الذي لدينا طائفية ومحاصصة سياسية وفساد ينخر البلد من أعلاه إلى أدناه. يحتاج إلى حكم الإرادة هذه تحتاج إلى حكومة وطنية، بينما نحن التدخل الخارجي أمريكا وإيران ينخر هذه الحكومة. يحتاج إلى استقرار أمني، والميليشيات تعبث بأمن البلاد ولا يوجد استقرار أمني. البطالة وغيرها جزء من الإصلاح الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أنه نعزله عن الإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح الأمني. نحن بحاجة إلى منظومة من الإصلاح، وهذا لا يمكن
تغييره بوجود هذا الإطار. أن يكون أن تأتي عملية الإصلاح دفعة واحدة لكل هذا الخراب من المستويات. نعم. القضية أيضا تحتاج إلى مراحل. ولذلك في ظل هذا الإطار الموجود اليوم لا يمكن تحقيق أي خطوة من خطوات هذا الإصلاح المرجو حتى وإن كان على مراحل، لأن قوانين التي تحكم هؤلاء السياسيين الموجودون اليوم في السلطة لا يمكنهم بها أن يقوموا بأي تغيير بوجود هذه المتحكمات الخارجية والداخلية التي تنخرهم. لذلك نحن بحاجة إلى تغيير جذري، نحن بحاجة إلى إصلاح وطني، يعني مشروع سياسي وطني يقوم على أسس حقيقية من العدالة. أعتقد أن التظاهرات واحدة من تجليات هذا المسار في الإصلاح أو التقويم أو الإصلاح الجذري. التظاهرات هي تعبر عن وعي الشارع العراقي بأنه عدم جدوى هذا الإطار، هذه العملية السياسية من تحقيق أي شيء. لذلك أنا ذكرت أكثر من مرة أن هؤلاء لا يتظاهرون وإن كان رفعوا أحيانا بعض مطالب خدمية، ولكنهم ولا يتظاهرون ضد أشخاص، إنما يتظاهرون حقيقة على الإطار الذي يقبع فيه هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الفاسدون. إذن هم يتظاهرون ضد العملية في شعارات كلها، شعاراتهم منبية عن ذلك ووعي سياسي متنامي لدى هذه الفئة، فئة الشباب. شكرا للدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، كان هنا في الاستوديو معنا. وشكرا أيضا للكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف، كان معنا من لندن عبر سكايب. وأيضا الشكر موصول للباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية هدى بالكوبيسي، كانت معنا من عمان في هذه الحلقة التي بحثت في واقعية وجدية الوعود الحكومية بالإصلاح الشامل للمتظاهرين في العراق. نتوقف قليلا ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليرفدنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة. ابقوا معنا. دكتور، خلال 15 سنة سمع العراقيون الكثير من الوعود بالإصلاح الشامل والتقويم وما إلى ذلك من الوعود، لكن الأمور سارت من سيء إلى أسوأ. ماذا لو انتظر أيضا الناس في ظل نفس منظومة الحكم الحالية؟ هل يتوقع أن نصل إلى مرحلة أسوأ من التي الآن فيها العراق؟ أيعقل هذا؟ أنا أعتقد أستاذ ماجد أن الناس لن ينتظروا أكثر بعد 15 سنة وبعد هذه التظاهرات وبعد ما خرج من كانوا يعتقدون أنهم خزانهم في رفض هذه الحكومة وفي دفعها إلى الأمام في الحفاظ عليها. عندما يخرج الشارع الشيعي ضد حكومة تقول أنها حكومة شيعية وجاءت من أجل مظلوميتهم، عندما يخرج بهذا الشكل يعني الحال وصل إلى وكل الخطوط الحمر تحطمت الآن انتهت الحقيقة. نعم. وصل العراق الآن على مفترق طرق ومفترق طرق خطرة جدا جدا، أوصلوا العراق إلى هذا الحد. أريد أن أقول أن هذه الحكومات أو هذه الحكومة والحكومات التي سبقها غير قادرة. حتى المرجعية الدين تحدثت أن هذه التظاهرات قد تخرج عن السيطرة تماما. المرجعية تحاول أن تركب الموجة. نعم الحقيقة. نعم نعم. الآن وصلوا والجماهير فهمت هذا، الآن وصلوا إلى مرحلة المواجهة، المواجهة قريبة جدا بين الشعب هذا المظلوم فعليا وهذه الحكومات التي مصت دماء اللي كذبت عليه اللي ادعت شيء آخر، الآن وصلوا لأن غير قادرة أن تقدم له أي شيء
غير قادرة، الوضع لا يسمح، لا وضع، لا الوضع السياسي ولا الوضع الاقتصادي ولا الوضع الاجتماعي أبدا، غير قادرين أن يقدموا شيئا. فبالتالي المواجهة قادمة. هناك هرولة دكتور لعملية كيل الاتهامات وربط هذه التظاهرات بالكيان الصهيوني بإسرائيل، محاولات كذا. محاولات كثيرة، محاولات للسيطرة، محاولات لتهييج الشارع أو شيطنة هذه التظاهرات، لن يستطيعوا. القضية سيصلون إلى المواجهة، والمواجهة لن تكون سلمية، المواجهة ستؤدي إلى ثورة شعبية واضحة. هم ينكرون هذا، لكن واقع الحال يؤكد أن كل المعطيات تؤكد أن قادم الأيام سيشهد مثل هذا. شكرا دكتور، حياك الله، نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا.